الحكاية بدأت قبل أكتر من 100 سنة من حسين حجازي لرضا عبد العال وبعديهم الثورة. تسع مباريات إفريقية بدأت بصاروخ أيمن منصور ووصلت لكعب وليد سلام. 6-0 الزمالك ولا 6-1 للأهلي؟ صاروخ بشير ولا عبد الفضيل؟ ترقيصة مصطفى فتحي لسعد أو بوتريكا لعبد المنصور؟ من انسحاب قدري عبد العظيم لا الله على العظمة وعلى الفكر يا عبد الحليم، وش رجل ساسي الرايق وهدف الشحات الرهيب؟ ديربي ولا كلاسيكو؟ سادسة ولا تسعة؟ مش مهم، ده نهائي القرن.